انا بس يا دكتور معيد، هات السلايد اللي هو رقم واحد او اتنين اللي فيه المصروفات والايرادات للدوله الاولاني، او اتنين، واحد او اتنين افتكر. اللي قبله كمان. طب اتفضل استريح، اتفضل استريح. انا هتوقف قدام ده لان احنا كنا دايما نقول ليه احنا كده. انا كنت دايما اقول كده، ليه احنا يعني ليه ظروفنا صعبه؟ ظروفنا صعبه دايما. هو لما احنا بنطرحها بنقول من سنه 80 للنهارده، مش الهدف منه ابدا ان احنا ندافع عن نفسينا قد ما احنا بنحاول نقرر واقع، نقول للناس ايه الحكايه. بنقول الحكايه ليه؟ مش بنقول الحكايه عشان نسيبها حكايه، عشان لازم نتخلص منها، عشان لازم نتخلص منها. واجي هنا اقول ايه، انت لما هي دوله من سنه 80 لغايه دلوقتي دايما عندها يعني ايه ايراد ويعني ايه مصروف؟ ببساطه الدكتور ما يتكلم في حاجات كتير قوي وكلها يمكن تكون يعني الاقتصاديين والمعنيين بالامر ده يمكن يقدروا يستوعبوه بسرعه، لكن انا بتكلم عن المواطن اللي في الشارع اللي ماشي عايز يفهم. انا بقول له ببساطه، دخلي اللي هو دخل مصر، ايرادنا اللي هو ايراد مصر، مش قد مصروف مصر. من امتى؟ هقول لكم على حاجه، مصر لم تستدين حتى سنة 70، لم تس، مش كده يا دكتور معيد؟ لم يكن عليها ديون لغاية سنة 70، لكن تداعيات الحرب فرضت على مصر إن هي عشان تتجاوز الأزمة بتاعت الحرب في 73 إن يبقى الدولة تدخل تجيب يعني موارد بالدين، وده بداية الدين من سنة 71. ولا انا بقول كلام؟ طب يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني كان في واقع من الخمسينات وقبلها لغايه سنه 70، ثم في واقع ابتدى يتغير من سنه 70 اللي بعد كده. ده مهم ان احنا نعرفه كمصريين بما انها بلدنا، واحنا عايزين نبقى نشوفها في مكان تستحقه. القله والعوز مش مشكله، المشكلة إنك تقبله، المشكلة إنك تقبله، المشكلة إنك أنت ما تبقاش مستعد تقاتل من أجل إنهائه. لو أنت، طب اللي قبل مننا ما حاولوش؟ أكيد حاولوا، عشان بس أنا دايما أكون أمين مع نفسي ومعاكم. لا يمكن، لأن الناس اللي كانوا موجودين قبل مننا على مدار من 80 للنهاردة ناس مصريين بيحبوا بلدهم ومتعلمين وفاهمين، بس يمكن يكون حجم التحدي كان كبير قوي.